أولا أنا طبعا بفتخر بالجائزة وبتوجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. الله يحفظه يا رب. الابتكارات اللي طلعت فيها هي بتقع بثلاث فئات. أول فئة هي كيف فينا نستخدم الموجات اللاسلكية مثل الواي فاي اللي هي اليوم نستخدمها للاتصال، كيف فينا نستخدمها للاستشعار وراء الجدران، يعني كيف فينا نشوف عالم وراء الحيط من خلال موجات لاسلكية مثل الواي فاي، وكيف فينا نستشعرهم بلا أي آلة على جسمهم. هيدي أول فئة. ثاني فئة هي التواصل اللاسلكي تحت المي. نحن اخترعنا أول وبدي أقول نحن يعني فريقي اللي بديره بجامعة MIT اخترعنا مثلا أول كاميرا لاسلكية ما بدها بطارية تشتغل تحت تحت سطح المياه وفيها تكتشف تساعد باكتشافات جديدة. وثالث شيء هي الإلكترونيات الصغيرة التي تفوت بقلب جسم الإنسان وبتقدر تعمل تخلينا نقدر نستشعر جسم الإنسان من جوا تنقدر نقدم أشياء جديدة بالطب. وكل هيدي وكل هالاختراعات الشيء اللي بيربطها ببعضها إنه هي بتخلينا نتصل، هي أوصلة جديدة للاتصال والاستشعار اللاسلكي اللي كانت مستحيلة قبل ما نحن الابتكارات اللي قدمناها وأصبحت اليوم ممكنة. نعم سالم ممكنة. نعم. طبعا اليوم ما شاء الله عليك يعني نابغنا أو أنت أحد اليوم النوابغ اللي شفناهم في متحف المستقبل، تم تكريمهم على أعمالهم. طبعا هذا حدث بسبب دعم عائلتك لك لين وصلت لهذه الأعمال المشرفة. من هنا أنطلق بسؤال الثاني اللي هو حدثنا عن أعمالك كذلك في توظيف الهندسة والتكنولوجيا في مجال استكشاف أعماق المحيط. هو نحن ما اكتشفنا اكثر من 95% من المحيط، يعني بس اكتشفنا 5% من المحيط، مع انه المحيط هو اكبر شيء على الكره الارضيه. فالمشكله هي انه كثير صعب الواحد يقدر يعمل اتصال واستكشاف تحت المحيط لفتره طويله. فاللي عملناه هو انه اخترعنا أوصل للاتصال وللاكتشاف بدها تستخدم أقل طاقة من كل الأوصل الموجودة اليوم، كل التكنولوجيا الموجودة اليوم تستخدم مليون مرة أقل طاقة من أحدث التكنولوجيات. ولهالسبب نحن التكنولوجيا اللي اخترعناها الكاميرات وآلات التواصل تحت سطح الماء فينا نستخدمها تنقدر نكتشف بأعماق المحيطات، لأنه فينا نتركها ما بتحتاج لطاقة وفيها تكتشف على وقت طويل. بروفيسور يعني أنت يعني اخترت نابغة من نوابغ العرب وكرمت أكرر من أفضل قادات الدول العالمية والعربية، فالسؤال هو كيف تشوف هذا التكريم؟ شو تشوف الهدف اللي يسعى له من خلال الهجرة العكسية للعقول العربية نحو بلادهم عودة حميدة لهم؟ أنا بالنسبة لي يعني طبعاً أول شيء بشعر بفخر كبير باللقب، وخصوصا انه لقب من صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم، لانه هو انسان عنده نظره مستقبليه، هو بيحول هالنظره هالرؤيه دائما لواقع. فهالشيء هو انا لهيك بفتخر بهاللقب. وكمان هذا اللقب بيعلقني ببلدي، يعني انا عايش بامريكا اللي 12 سنه وعم نبتكر هونيك، بس بيخلق رابط جديد بيني وبين الوطن العربي. وان شاء الله اقدر اقدم بالرد الجميل. هذا ما نتمناه، عودة النوابغ والعقول الفكرية العربية أكيد. اللي هاجرت إنها ترجع للدول العربية. بروفيسور فاضل أديب، شكرا لمشاركتك الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، نورتنا ومبروك أكيد. الله يخليكم. شكرا لك.